السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اخواني الفلاحه والكسابه في فيديو جديد وموضوع جديد. الموضوع ديال هذا الفيديو شنو هي الاحتياطات اللي خصني ناخذها فاش كيتزاد واحد العجل او العجله في الضياع ديالي، حيت هذه اول مرحله اللي خصني نضبطها باش كنضمن قدام سيدي ربي، وهو ان داك العجل فاش غادي يكبر غادي يكون عندي واحد العجل اللي غادي يوصل في 900 حتى 600 كيلو، ولا واحد البقره اللي غادي تعطيني 40 لتر ديال الحليب. دونك هذه اول مرحله اللي خصنا نخدموها مزيان. مكان الولاده، مكان الوضع خصو يكون فيه معايير. اول معيار هو العزل، مزيان اننا نعزلوا البقره على باقي القطع، ولكن ما يكونش العزل المطلق، يعني نديوها لكوري اخر بعيد، حيت كنزيدوا في التوتر ديال البقره وكنقدروا نطيحوا في مشاكل اخرى. المساحه كنصحو تكون واحد 15 حتى 20 متر مربع بالنسبه للبقره، يكون السطح ديال داك المكان ما كيزلقش، ومتوفر فيه مكان للشرب ومكان ديال العلف، وكذلك يكون واحد مكان ديال المراقبه كنراقب فيه، وتا لا قدر الله تدخلت يكون عندي اتساع فين غادي ندير التدخل ديالي. كذلك كنصحو باش ان المكان يتغطى بالسدن يكون جاف ونقي، ونغسلو داك المكان ونعقموه بعد كل الوضع ديال التعقيم او التطهير. هو كالاتي، كندير 2 كيلو ديال الجير، 4 كيلو ديال السيفات ديال الالومنيوم، وكنزيدو الماء حتى كنحصلو على 20 متر، وكنرشو به داك المكان، كنهويه وكنشمشو. تتم عملية ولادة طبيعية، عندها ثلاثة ديال المراحل. اول مرحلة كنفجر الكيس وكيخرجو اليدين، هاد المرحلة هادي كتاخد لينا ما بين ساعة حتى ساعتين، وكتضغط عضلات البطن، وبالتالي كتظهر اليدين الأماميتين ثم الرأس. ثاني مرحلة هي كيخرجوا اليدين والرأس والنص ديال الظهر، باش كنشوفوا ثلاثة ديال الأعضاء. فمن المرجح بأن الحمد لله العملية غادي تتم بخير، ولكن إلا استدعت الضرورة ودخلنا وشدينا داك العجل أو العجلة، فيجب خصنا نلاحظوا تقلصات ديال عضلات البطن، يعني تكون مع الزحمه ما نمشيوش ونجرو العجل في اي وقت، حيت نقدروا نتسببوا بمشاكل صحيه للبقره. ثالث مرحله هي المرحله الاخيره، واللي كتدفع القوائم الخلفيه للخارج. قبل اي تدخل ما تنساش بان خصنا نغسلو اليدين ونديرو بلاستيك يكون نقي، كذلك الطبليه تكون نقيه. وقبل ديك البقره ما تبدا في مرحله الولاده كنغسلو المهبل ديالها، وكذلك الضرع ديالها باش يكون تعقيم. النصيحه اللي كنصحو هو ان ضروري خصنا نوقفو كملاحظين الولاده، ما نديروش اي تدخل منذ البدايه، حيت اون فوا كندخلو راه كنوترو البقره وما كنخليوش ديك العمليه تتم على ما يرام. كندخلو فقط في الحالات الحرجة، لقد اون فوا كيتزاد داك العجل كنبداو في الاسعافات الاولية. اول اسعاف هو اننا خصنا نحيدو داك الافرازات اللي كتكون في الشعاب الهوائية، باش كنضمنو كنضمنو ان الهواء كيدخل، وكنحفزو الاكسجين يدخل ويخرج. ثاني حاجة هو اننا كنخويو داك الحبل السري وكنطهروه مزيان، نحلو المطهر مثلا بالضوء الاحمر لمدة واحد يومين ولا ثلاثة ولا ثلاث ايام، باش كيجف بسرعة، حيت كتكون تبن عامر بالفضلات ديال لا ديال الام ولا ديال العجل او العجلة، وبالتالي يمكن يكون تسرب وتعفن، اوكي هادشي كيضر العجل ويقدر يدي الله يستر حتى الوفاة ديالو. مورا 30 دقيقة كنبداو كنعطيو للباء. بالنسبة للباء راه كاين عندي فيديو مطول فيه الشرح لا كيمياء ولا كذلك الكيفية باش كتعطيو للباء، ما عليكم إلا أنكم تزوروه، وغادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف ديال هاد. بالنسبة أثناء الوضع، يعني ديك يومين اللي كتاخد بكرة واش كتولد ولا تلت أيام على حسب، أو في النهار كنقدمو واحد هو علف خشن اللي كيكون من نوعية ممتازة، كنقدمو حسب الرغبة، والماء خصو يكون جيد وبكمية وفيرة. وهذه مثال تركيبة غذائية، الأساس ديالها هو الانسلاج ديال الذرة، كنعطيو 15 كيلو تبن كيلو، والكلاء ديال الفصة ولا الخلطة 5 كيلو، كساب الصوجة أو لا بطوطو ديال الصوجة 800 غرام،
وبالنسبة للمكمل المعدني والفيتاميني أو ما يعرف بالـ CMV 100 غرام. هذا مثال علاش كنعطيو هاد كتكون هاد التركيبة الغذائية هي كتكون يعني مكونسونطري أو مركزة من البروتينات والطاقة والمعادن والفيتامينات، حيت كتكون البقرة في هاد الوقيتة كتكون الشهية ديالها قليلة، دونك أي حاجة دخلتها خاصها تكون ذو جودة عالية تنفع منها، حيت من بعد واحد 3 أيام ولا 4 أيام خاصها تبدا بواحد إنتاج الحليب وخصو يعطي لو ماكسيموم ديك الساعة اللي كتوصل لينا البقرة في واحد الشهر ولا شهر ونص حتى 40 لتر. دونك من هنا كتبدا الانتاجيه ديال الحليب واش كتكون جيده ولا لا. يعني راه هاد المرحله ديال الوضع راه هي مهمه مهمه جدا بالنسبه للمتبقى لها من انتاج الحليب. وشكرا جزيلا على التتبع، ما تنساوش تشاركوا، وكذلك إذا كان أي تساؤل أو تعليق ديروه في أسفل الفيديو، ومازال غادي نهضر لكم على من العجلة تتكون لي بقرة وشنو خصها تاكل، شنو هما المراحل وباش تعطينا الحليب. يعني هادشي كامل إن شاء الله ننتظروه في فيديوهات جاية والفيديو آخر جاي إن شاء الله. خليتكم الراحة، شكرا.